بسم الله ما شاء الله، كتر خير الناس وربنا يبارك في كل فعل خير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بجد كتر خير الناس. مطبخ سودان بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ومكملين لاخر يوم رمضان ان شاء الله، مكملين لاخر يوم رمضان مع الشباب الجدعان في مطبخ سودان. حابين نشكر كل فعل خير، كل حد ساعد ولو بحبايه رز، كل حد ساعد ولو بمجهود، بنقول لهم الله يبارك فيكم. الاطفال وفرحتها في مطبخ سودان كل سنه. مكسوفه؟ اسمك ايه؟ سلمى. سلمى عندك كام سنه؟ 10. انت بتيجي تساعدي كل يوم هنا في المطبخ؟ اول يوم؟ اول مره؟ وين؟ شهر. وانت؟ اياد. اياد عندك كام سنه يا اياد؟ عندي 11. تحب تيجي تساعد في المطبخ هنا كل يوم؟ وهم اول مره يجوا معاك بقى بيقلدوك صح؟ حبيبي يا اياد. بسم الله ما شاء الله. خد يا عبدو. صلى على النبي. استنى اوصل لك متعصبه يا جدعان. الوجبه. انت لف يا اسطى يوم مكرونات ويوم رز ويوم فراخ يوم لحم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ربنا يبارك في كل فعل خير، ربنا يبارك للشباب اللي بتتعب عشان تطلع الوجبه بالشكل الجميل ده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عمور كل سنة طيب. بنشكر كل فعل خير، بنشكر كل اللي بيساعد في الخير. بسم الله ما شاء الله، الخير ممدود. لسه الناس بتبعت، لسه كل فعل خير بيحب يساعد وعاوز يكمل الوجبات لاخر يوم في رمضان. مطبخ سودان شغال لحد اخر يوم، لحد اليوم الجميل اللي بيجمعنا، بيجمع الجيران والصحاب والقرايب، بيجمع اغلب المتبرعين لو حبوا يجوا ينورونا. كل ده في مكان على قد الايد، مكان جميل بس بيطلع وجبات بتاعت ربنا. الوجبات اللي بيشارك فيها الغني والفقير، الكبير والصغير. بصوا المنظر، اطفال المنطقه بتيجي من كل مكان من حوالينا عشان تيجي تساعد، فرحه وسعاده بالمشاركه في الخير. انت ممكن تشارك معانا بمشاركه الفيديو، ويظهر اثنين وثلاثه واربعه يشاركوا معانا في الخير ده، وهتكون انت سبب في البدايه عشان تخرج الوجبه بالشكل اللي انت شايفه ده لكل اسره. بسم الله ما شاء الله. ارفع دي كده، ارفع الشنطه دي، قص العسل قد ايه ويشارك معاهم ومعاها العيش كمان. الوجبات بتطلع بالشكل ده كل يوم لكل اسره. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مطبخ سودان مستمر بدعمكم. مطبخ سودان ان شاء الله مكمل. اللهم صل على النبي. خلي بالك سخن. لا خلي بالك سخن نار. خلي بالك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كلمة حلوة قبل الفطار للشباب الجميلة دي، وكلمة حلوة للمتبرعين، ودعوة جميلة من القلب لكل متبرع. الله على الدخان والروايح. بص التوابل كده بتجوعونا كده يا جدعان، مش هينفع كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بجد مطبخ سودان مكمل لحد اخر يوم رمضان يا جماعة. مطبخ سودان مكمل لحد اخر يوم رمضان. ايه
تاني بنأكد مطبخ سودان شغال لحد آخر يوم رمضان. كل يوم بيزيد بجدارة وكل سنة إن هو أقوى وأفضل وبيتحسن أكتر وأكتر. طبعا بنشكر المخبز اللي بيمد المطبخ كل يوم. عدد العيش اللي بيبعته قد ايه كل يوم؟ 400 و450 كل يوم المخبز بيبعته مجانا لله. احنا بنشكرهم ونقول لهم مليون شكر. ده غير كل فاعل خير بيساعد معانا في الخير ده. وقلنا ولو بحباية رز. وبشكر برضك الجيران والمنطقة والإيريا المحيطة كلها بالمطبخ اللي بيخزن عنده في ثلاجاته، اللي بيساعد في عمل البيت، ستات البيوت، كل ست بيت منورة المنطقة بتاخد بعض الحاجات برضك وتجهزها زي الرقاق والجلاش والحاجات دي بيعملوها هم، بيعملوا السجان ويبعتوها هنا على المطبخ عبال ما الشباب بتخلص المكرونة أو الرز مضافا ليها البروتين اللي هو اللحمة أو الفراخ أو الكفتة بيكون بقى الحاجة خلصت. يا ميدو تعالى يا ميدو تنورني تنور الدنيا. وزي ما انتوا شايفين كوكتيل كده ومجموعة من التروس متجمعة شغالة مع بعض عشان تطلع في الآخر الوجبة في الشنطة اللي انتوا شايفينها دي، ويجوا مجموعة تانية معاهم مكانتين تلاتة قبل المغرب مباشرة بدقايق بسيطة عشان الوجبة تروح سخنة، بيبدأوا يوزعوا الوجبات بالشكل اللي انت شايفه ده. كل واحد مسؤول عن منزل أو اتنين أو تلاتة وبيبدأ يستلم الوجبات ويبدأ يوزعها. أيوه أيوه أهو أول مكنة جت، أول مكنة هتوزع جت. أيوه يا عمدة كل سنة طيب، عقبال الأيام. هم قدام بتوع مين؟ حبيبي يا عم الحاج، حبيبي يا حوده، صح النوم يا عمدة. عايش بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بشكر كل شاب من الشباب اللي انتوا شايفينه قدامنا دي. وانتوا كمان بتدعموهم. الشيء الجميل، الشيء الصالح، الخير اللي لسه باقي ادعموه. والله العظيم يا جماعه لو بندعم الكلام ده الاشياء السلبيه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا مش هيبقى ليها وجود. بس المشكله عشان هم شايفين ان هو لما بتعمل حاجه غلط حاجه سلبيه بتظهر وبتبقى ترند. عشان كده الناس اللي بتعمل خير ما بقتش تظهر على النت. هنا كبير وصغير، شباب، سيدات وبنات، كل ده حابب يساعد معاهم مع بعض في الخير. الله ينور. شفتك وانت بتاكلي، شفتك وانت بتاكلي. كل سنة طيبين. اهو اهو تاني اهو. ربنا يبارك فيهم يا رب. اول نبي زود حته دبوس كمان. حبيبي ايوه كده الرزق اللي رايح له ده اتنين دبوس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مطبخ سودان الخيري
لو حابب تتواصل مع إدارة المطبخ 011-212-34938، مطبخ سودان، منطقة سودان، بجوار مسجد سودان، شارع داير الناحية وراق العرب. بص الجمال، خير ربنا، خير ربنا، ده خيركم وخير ربنا، عشان كده بقول كتر خير الناس، خيركم وخير ربنا، كتر خير الناس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وادي المنظر زي ما انتم شايفين، الشباب وهي طالعه نجيبهم بقى يا احمد. بيبدأوا بقى مجموعة مجموعة، حتى الأطفال الصغيرة عارفة بتروح توزع. سيب المستعجل اهو. أنت عارف هتروح فين؟ ها؟ اتكلم يا ما بيضيعش وقت يا جدعان. ابن كريم ما بيضيعش وقت. ابن كريم يا عم محمد حبيبي، يا عمدة، كل سنة وأنت طيب يا عمدة. وعود الأيام الله يخليك يا عم محمد حبيبي، دايما كده منور. أنت أكتر يا حبيبي قلبي. يا عم محمد قول للناس بقى كل سنة وأنتم طيبين. حبيبي أقول لكل الناس وحبايبي كل سنة وأنتم طيبين، وكل إخواتنا وحبايبنا كل سنة وأنتم طيبين. معلش يا جماعة، إحنا عجلنا الحفلة لظروف خارج عن إرادتنا، وعايزين نقول كل الناس اللي واخدة الوصلة منك تيجي تحدفع حساب الوصلة. لا هما بيدفعوا والله. ماشي حبيبي يا عمدة. بيدفعوا والله يا عم. ده أنا بهزر يا عمدة، كل سنة وأنتم طيب، كل سنة وأنتم طيب حبيبي. ابنك بساله بقول له مودي الوجبات دي عارف مكانها فين؟ ما ردش عليا. بسم الله ما شاء الله. لا خش عادي. بسم الله ما شاء الله. لسه كمان كل الوجبات دي لسه بتتقفل. الميزه يا جماعه في الموضوع ان الوجبات بتتقفل على البيت على طول، يعني الحاجة ما بتتركنش، فطبيعي جدا ان الوجبة بتكون صبحة وسخنة، وانت في بيتك لما تيجي تاكل الاكل بينزل من على النار بيتحط على الفطار وقت المغرب، فتعرف تبلع اللقمة. لكن لما تجمع الاكل ويقعد فترة كبيرة طبيعي جدا ما بيبقاش بطعم الاكل الطازج والصبح. فده عشان كده انا طلعت اللايف، انا كل مره بصور فيديو فقط. النهارده قصدت ان انا اطلع لايف عشان اوريكم احنا الساعه كام دلوقتي. خلاص فاضل على المغرب دقايق، يعني ساعه اقوله ساعه، وبتبدا كل الوجبات اهي لسه بيشتغلوا فيها ومش سالفينها، واخده سخونيتها غير اللي جوه الفرن. فطبيعه يعني نص ساعه، ساعه الا ربع ويبدا الوجبات تتوزع، بتروح بتبقى لسه سخنه. بسم الله ما شاء الله. كل سنة طيبين، كل سنة طيبين. أيوة كل سنة طيب، كل سنة طيب يا هانا حبيبي، حبيبي يا هانا أهو، كل سنة طيب حبيبي، كل سنة طيبين. أيوة حاج سعيد اخويا واحد، كلنا واحد. كل سنه طيبين جميعا، وكتر خير الناس، وكتر خير كل فاعل خير حبيبي. كل سنه طيبين، مطبخ سودان.